طب الأول كان في مشكلة في موضوع الطيران، وكان في مشكلة في الحوارات دي، دلوقتي دخلنا مشكلة على التيشيرتات وعلى خريطة الملعب، وفي الآخر لما نقول لك إن في مشكلة يقول لك لا أنتوا بتعملوا فتنة، العيب فيكم أنتوا، إحنا ما بنعملش حاجة، إحنا ناس طيبين وأبرياء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. صديقي العزيز، أكيد أنت شايف اللي حصل في قصة نهضة بركان، وشايف اللي بيحصل، وأعتقد إن أنت عارف إن في مشكلة، وفي مشكلة سببها طرف معين، طرف معين شايف إن هو في حاجات هو حر فيها، وفي حاجات الآخرين مش حرين فيها، يعني أنا حر إن أنا أحط علم بلدي وأحط اللي أنا عايزه على القميص بتاعي، وغيري مش حر أحط اللي هم عايزينه. طيب نهضة بركان بيلعب كل الماتشات الأفريقية بتاعته بنفس التيشيرتات ونفس الخريطة، لا أنت تعمل الحاجات دي بره عني وبعيد عني، سلام. معلش بس احنا غير الناس كلها، واحنا عندنا مواقف، واحنا مواقفك دي ممكن تشتغل بيها سياسه، ما تشتغلش بيها في الملعب. انت اشتغلت في الملعب وعملت مباراه ما بين منتخب الصحراء الغربيه زي ما انت ما قلت مع منتخب الجزائر، وما حدش اهتم بالماتش لان انت وزنك الاعلامي صفر، ما حدش اهتم بالماتش وما حدش اهتم بيه، وده ساعتها كان موقف ملوش اي علاقه بالرياضه. انت دايما عمال تدخل السياسه في الرياضه، عمال تدخل السياسه في الرياضه بطريقه بيجحه، وعايز تفرض اجندتك السياسيه غصب عن اي حد، مع انك لما مؤاخذه لو عملت ايه مش هتعرف تفرض اجندتك السياسيه، لان انت رحت او جيت بتاع شعارات، ورحت او جيت اخرك ان انت بتتكلم كلام وما تعرفش ان انت تنفذه. فهي دي الحكايه ان احنا قدام جهه كل اللي هي بتعمله ان هي بتكذب. يعني مثلا استقبال فريق نهضة بركان ينزل على السوشيال ميديا علشان يبان قد ايه احنا ناس ودودين، وقد ايه ناس بنحترم الضيف، وقد ايه ناس بنقدر الضيف وبنستقبل الضيف استقبال رائع، بس معلش واحنا متاكدين ان احنا نعمل معاهم مشكله بسبب القمصان، ما نصورش الحته دي. معلش احنا نصور الحاجات اللي على مزاجنا وهننزلها على حساب اتحاد العاصمه عشان نبين ان احنا ناس كرمه، ونبين ان احنا ناس مضيوفين، وهننزل الاستقبال بتاع فريق نهضه بركان على النت علشان نبين ان احنا ناس ايه بنحترم الضيوف مهما كانت جنسيتهم. بس اول ما بنلاقي تيشيرت فيه خريطه المغرب كامله، لا احنا عندنا مشكله. طب وانت مالك؟ لا معلش انا دوله محترمه ودوله بدعم الحريات، وحريتك دي مش على مزاجي. معلش يعني الحريه اللي انت بتتكلم فيها ان انت تخش تلعب بقميص عليه خريطه بلدك، لا في الاخر يقول لك ايه لك اصل المشكله فيهم، هم اللي حاطين خريطه بلدهم على القميص. طب وانت مالك؟ هي بلدهم ولا بلدك؟ سهرها يا هم. وفي الاخر يقول لك احنا ما عندناش مشاكل مع المغرب، لا انت عندك مشكله مع المغرب، وعندك ازمه مع المغرب، وعندك مشكله في خريطه المغرب كامله، رغم ان خريطه المغرب هتفضل كامله غصب عنك، حبيت او ما حبيتش الموضوع مش فارق كتير، لان الحته اللي انت بتتخانق عليها دي حته موجوده في المغرب، وهتفضل في المغرب، وهيفضل الصحراء في المغرب، وهيفضل المغرب في صحراءه، وكل اللي انت بتعمله ده لقطه رخيصه ملهاش اي 60 3 طلب، انت عامل زي الاسد اللي موجود في عرينه بس، انما بره عرينه بياخد على دماغه وملوش اي 60 3 طلب. فالحكايه كلها ان انت عمال تاخد مواقف على قدك، وبتاخد مواقف تتعلق بمواقف يعني تتعلق باتحاد قاري ضعيف، لان الاتحاد الافريقي لو اتحاد قوي اعتقد انه كان يعني قرر فوز فريق نهضة بركان بعد اللي حصل ده، لان فريق نهضة بركان ما اللي بيحصل له في الجزائر ظروف تعسفيه، فبناء عليه انت مضطر انك تاخد قرارات قويه، بس قرارات اللي قويه ما الجزائر ما دخلتش الفار وقالت لك ان دي مواد تجسس. والله بجد قال لك ان دي اجهزه تجسس ودي مواد خطيره وما ينفعش ان احنا نسمح بيها. يا باشا دي اجهزه فار. لا والله ما نعرفش احنا الحاجات دي، احنا نفرج عليها يوم الماتش. هو ده اللي بيحصل. طيب واللعيبه؟ لا اللعيبه بيصلوا صلاه الجمعه عادي ومحتجزين يا معلم، الدنيا بالنسبه لهم عادي، هم كانوا مجهزين نفسيا ومهيئين نفسيا ان هم هيعانوا في رحله الجزائر، واي حد بيروح الجزائر من المغرب بيعاني. طب واي حد بيروح من بره المغرب الجزائر؟ هو ده بقى النفاق اللي احنا بنتكلم عليه، ان انت اي حد غير مغربي مرحب بيه في الجزائر، بس لو انت مغربي غير مرحب بيك في الجزائر، الا لو مغربي تتبنى رؤيه الجزائر. اللي هي ايه رؤيه الجزائر؟ ما حدش فاهم، لان هم اصلا مش فاهمين هم عايزين ايه، هم كل اللي هم عايزينه ان هم يرخموا على المغاربه وخلاص. ولما حد بيطلع يقول اللي بيحصل ده حاله عبط وحاله عطل، بيقول لك المشكله فيكم انتوا، لا المشكله فيك انت، انت عايز حد بنفس دماغك دي، ونفس دماغك دي لو موجوده على السوشيال ميديا يبقى عليه العوض ومنه العوض في الوعي، وعليه العوض ومنه العوض في السوشيال ميديا وفي كل حاجه. طيب والحلول المتاحه دلوقتي؟ بيقول لك الحلول المتاحه ان فريق نهضة بركان علشان خاطر يلعب المباراه بتاعته بامان والدنيا تبقى بالنسبه له بيس، لازم يلعب بخريطه المغرب لازم يلعب من غير خريطه المغرب، ولازم يحط بلاستر او الخريطه ما تظهرش. معلش او نقطع الخريطه على مزاجنا زي ما الجزائريين ما عايزين. طب وده اسمه ايه؟ لا هو ده اسمه بلطجه، وده اسمه قله ادب، وده اسمه عدم احترام، وده ممكن تسميه زي ما انت عايز تسميه، ولكن كل حاجه ممكن تقول عليها ان هي مشاكل سياسيه الجزائر بتدخلها في الرياضه، لا اكتر ولا اقل.
هقول لك تاني وتالت ورابع، الجزائر اكتر دوله بتدخل مشاكل سياسيه في الرياضه. طب ما يمكن عشان هم بيكرهوا الكاولس او الكواليس والحاجات دي. لا، انا عايز افهمك ان الجزائر في 1990 فازت بكاس الامم الافريقيه اصلا بعد ما تم حقن اللعيبه بتاعتها بمنشطات من جانب الاتحاد السوفيتي، واللعيبه بتاعتها هي اللي طلعت فضحت كده بسبب التشوهات اللي حصلت بعد كده لابنائهم وتسبب فيها المنشطات اللي هم خدوها. يعني الجزائر من يومها وهي اصلا بتحب الكاولوسه وبتموت في الكاولوسه، فالحوارات دي كمان اوعى تصدقها. وهي دي الحكايه يا صديقي، انك موجود وسط شويه ناس بتوع شعارات. هنصورك في الوقت اللي احنا عايزينه عشان نقول ان انت خاوه وان احنا ما يربطنا اكتر ما يفرقنا، وبعد كده لا والله مش هدخلك الا بمزاجي من غير ما تتخلى عن خريطه بلدك. طب وانت مالك؟ دي بلدي. ما هي دي المشكله بقى، ان انا بسمح لك بالحاجات اللي انا عايزها والحاجات اللي انا مش عايزها. مين انت؟ انا نكره، بحس ان انا قوي وانا ببلدي بس.